بالتالي سميتها هيكون هنا ونصلي التالي بقى مسلم حتى بيكون احنا ان شاء الله وعشنا يوم السبت. على الساعة 12 واحدة اثنين لغاية ما نتكلم يوم السبت لغاية 8 الصبح 8 الصبح. يوم الثالث ان شاء الله يوم السبت 8 الصباح. نعم. انا انت بس انت كنت بكلمتك انا نزلت عشان كان في اكثر من 100 شخصيه من رؤساء محاكم وسادة مستشارين سادة اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وعمد ومشايخ الصالون الكبير كان بيبداوا يفكروا. فانا نزلت عشان اشكرهم واقول لهم يعني التعبير في مصر الدينه وجديهم هم مقصرين وجديهم بيقولوا كلام حلو جدا من الجد مش مجرد ان هم نفسهم مقصرين جدا 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 بغياب سفر سيدنا حبيب محمد الرمز. وعندما جت سيدنا الخطبه هنستقبل مش المسؤولين بس ولاد الكنيسة اللي يحبوا يجوا احنا موجودين برضو نعم ربنا من الساعة 9 الصبح ويوم السبت إن شاء الله الساعة 8 الصبح هنصلي والدرس الثالث هنا في الليل ويعني وإذا ما اتفق سيدنا يوم الأحد الساعة 3 بالليل في الكنيسة الخارجية في سيوليس أبناء الكبرشية اللي ما بيقدروش يجوا موجودين في اماكن زي القاهره والوجه البحري البطاري بيجلس اليوم في القاهره بنعمه ربنا. ربنا يعطيكم وكما كان سيدنا برضه ليكم تعطيات قالوا سيدي صاحب فرقه مقدسه الفرق سبع دروس الثاني وطبعا يعني شكر لكل حرف من تلاقي يعني أنا وأطلقهم وأنا واحد منهم على تعبهم والجايين من سفر من 23 وأيام بعيدة من كل قبائل الشعب التركي الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين وكل اللي حضر وإخوان المسلمين طبعا حضروا شكرا جزيلا ليكم وأكلوا ممكن اللي كنا فيه واحنا بنقدر بركة تساعدونا ان احنا نحققه لما ننزل الدفع. ارجو تاني والرقيق اللي كنا فيه واللطف والطابور الطويل اللي كنتوا عاطينه عشان تاخدوا البركة ده الدرجة واحنا نحط سيدنا في المكان بتاعه وبعدين مكانه هيبقى مفتوح ليكم على طول في اي وقت اللي يجي يصلي وياخد بركه ويعني سيدنا ابو بكر جوه جروبنا ما هوش الصندوق ولا هيبقى في المكان بتاعه تحت هو جوه جروبنا من الاول للاخر وابن الطاعه وبنت الطاعه يحل عليه البركه. طلب لعبده منكم ان حلو الصلاه يقعدوا في الكنيسه لغايه ما نجي عشان اللي تحت كتار جدا هيجهدونا جدا مش كنتوا هما لا من فضلكم انتوا خدتوا البركه والدنيا هاديه الدنيا كويسه خليكم من فضلكم وسيبونا احنا نطلع الطريق اللي في الوسط ده يفضل واحنا نكمل باقي الدم. شكرا ليكم ربنا يبارك حياتكم نعم. ما هم يفضلونا يفضلونا الفضلات نعمل الدفع لكن ما فضلوهاش احنا هو المدفع بس.